بيلعب كورة، ده مش ماتش كورة، شديد احترامي وشديد تقديري، مش ممكن. خلاص شكرا خلاص كل سنة وانتم طيبين، ولا امن ولا حاجة ولا ما ولا حدودك، خلاص انتهت المباراة لصالح الافريقي كده، كل سنة وانتم طيبين. ما ينفعش يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين على الدوري العام، وكل سنة وانتم طيبين على النشاط الرياضي في مصر، وكل سنة وانتم طيبين على المسابقة، عشان نقول للناس ابقوا انزلوا ابقوا اعملوا زي ما عملوا. ده ما ينفعش، ده غير مطلوب، ده غير مرغوب، ده غير مقبول على الاطلاق. مين اللي واخد العرض ومين اللي واخد القوائم؟ وايه الشكل القميء اللي بنشوفه في الملعب ده؟ ظاهرة غير إنسانية، ظاهرة غير حضرية، ظاهرة غير مقبولة على الإطلاق. ومستحيل أبدا ان يكون ده مظهر الكرة المصرية، مستحيل أبدا يكون ده مظهر الجماهير المصرية، ده غير مقبول. مستحيل ان احنا نشوف الصورة دي، مستحيل ان احنا نشوف المنظر ده. ده ما ينفعش يبقى المنظر اللي موجود في استاد القاهرة، ده ما ينفعش يبقى الجمهور اللي قلنا عليه واشدنا بيه، واشدنا بالدخلة، واشدنا بالخارجة، واشدنا بالسلوك، واشدنا بالتضحيات. لكن ده مش ممكن. واذا كان حد عايز يطبطب انا مش هطبطب، اذا كان حد عايز يبص على الراس انا مش هبص على الراس. ده غير مقبول، ده مش منظر ملعب كرة على الاطلاق، ده مستحيل. يا ريت يكون معانا الزميل ابراهيم فايد دلوقتي من الملعب يقول لنا المنظر اللي في الملعب شكله ايه، الحكم بيعمل ايه، لعيبه الافريقي شكلهم ايه. لا 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 لا، غير مقبول، غير معقول، مستحيل ابدا. في مراقب للمباراه، في حكم للمباراه، الحكم لم يظلم الزمالك، ادى الزمالك حقه وزياده وفي بوسه كمان. هل الجماهير دي كانت مستنيه انها صفاره ولا الزمالك تبقى فرصته ولا ايه؟ امال ملعب الاهلي والزمالك، الاهلي والاتحاد، الزمالك والاسماعيلي، هيحصل ايه؟ غير مقبول على الاطلاق، ده منظر غير حضاري، منظر مؤسف، منظر مغزي، منظر غير طبيعي الحقيقه. لا 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 لا، غير مقبول، غير معقول. ادي اللي بياخد فانيلا واللي بياخد علم واللي بياخد رايه، ليه الكلام الفارغ ده؟ لا 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 لا، خلينا نقول الشرطه، وخلينا نقول نأدبهم، وخلينا نقول نعلمهم، وخلينا نقول نفهمهم. مش طبيعي، مش طبيعي. بصوا حضراتكم الشكل عامل ازاي، هيجيبوا كره كمان ويلعبوا تقسيمه هنا في الملعب. فرقه الافريقي طبعا طلعت كلها على غرفه ملابسها، والحكم هو كمان، والزمالك هم كمان. لا يا جماعه، القياده قياده، والاصول اصول، والنظام نظام، والاحترام احترام. نلعب لحد الثواني الاخيره، ما اعرفش بياخدوا ايه، ما اعرفش بيعملوا ايه. لعيبه الزمالك بيتحايلوا عليهم، ناس على الدكه. لا مش مقبول، شكل مش طبيعي، شكل غير عادي. اشدنا بالحضور الجماهير الكبير، اشدنا بالدخله بتاعتهم. انتقدت ظاهره الشماريخ لان ظاهره غير عاديه، انتقدت الانتقام اللي بيننا وبين الشرطه بشكل غير عادي. وبالتالي ادي المنظر، يخرج الزمالك كده من البطوله، يخرج من الدور ده، مباراه لا تكتمل، بل ان الزمالك هتبقى عليه عقوبات. ادي الاعلانات كلها اتكسرت، ادي الناس كلها لسه بتنزل من درجات، وادي الامن واقف مش قادر يعمل حاجه الحقيقه. وحسام حسن بقى بيحاول، وابراهيم حسن بيحاول، لا توجد ادنى اخطاء. الحكم مش عايز اقول كمان كان في صف الزمالك، والحكم ادى الزمالك حقه وزياده، والهدف الاخير تسلل واضح، ما فيش فيه ادنى مشكله. والافريقي لم يجامل لا من قريب ولا من بعيد. احنا اللي فقدنا النظام، احنا اللي فقدنا السيطره، احنا اللي فقدنا الانضباط. وبالتالي المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم ده ابدا هنسيء لكل ما كسبنا، هنسيء لكل شيء جميل احنا الحقيقه خدناه الفتره الاخيره. وبالتالي ابشركم بان بطوله الدوري العام من الصعب جدا ان تستأنف وسط هذا الجو. واذا استؤنفت العبوها من غير جمهور، انا بقولها لكم اهو، العبوها من غير جمهور. هل ده منظر يليق بجمهوريه مصر العربيه؟ هل ده منظر يليق بالثوره الجميله الرائعه اللي قلنا ثوره الشباب وثوره الحريه؟ هل ده منظر يليق بالدخله اللي عملتها جماهير الزمالك وفي مئويتنا ابينا الا ان نكون احرارا؟ هل هي دي الحريه؟ دي فوضى، ده فوضى. اللي في الملعب قدامي ده فوضى، عنوانه الفوضى، عنوانه عدم الالتزام، عنوانه عدم النظام، عنوانه عدم الاحترام. ده ابدا مش مباراة كرة قدم. وخلي بال حضراتكم بقى، كل المنظر ده وكل المشهد ده هيبقى على كل القنوات وعلى كل الوكالات وعلى كل الاخبار حالا، بتطيروا كل وكالات الانباء عشان الناس تشوف احنا بنعمل ايه. وكله بقى هيقول، وكلام كتير جدا هيطلع الفتره اللي جايه، ومش هيندم الا انتوا، ومش هيندم الا اعضاء كره القدم في مصر، مش هيندم الا المسؤولين عن الرياضه في مصر. يعني اعتقد شيء صعب جدا. وبالتالي ما اعرفش، انا هخلي الصوره قدامكم. تعبت من كتر الكلام، تعبنا من كتر النداءات،
مستحيل على الحكم انه يستأنف المباراة. الشرطة خلاص مش قادرة تعمل حاجة، المباراة الوقت خلاص عمال يجري، الوقت اللي ممكن الحكم يستأنف فيه اللقاء، فريق افريقي خرج خلاص الى غرفته والحكام مش موجودين والمدرجات كلها انتقلت الى الملعب، والشكل لا 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 شكل غير طبيعي. نفسي اعرف بيعملوا ايه. يعني لو حد من حضراتكم اقوم كلهم جارين على المدرجات تاني دلوقتي. وبعدين الحقيقة لا، الحقيقة شكل مقزز، شكل مغزي، شكل مؤسف الحقيقة. اقوم ايه يعني صفارة توديهم المدرجات وصفارة تنزلهم من المدرجات؟ انا شايف الحقيقة انه يعني شيء عيب جدا، شيء غير مقبول من جماهير كرة القدم المصرية بصفة عامة، جماهير الزمالك بصفة خاصة. أشدنا وقلنا كلام كتير جدا في مباراة ستارز الكيني، أشدنا وقلنا كلام كتير جدا في المباريات الودية، لكن دلوقتي لا يمكن إلا أني أنتقد وبشدة وبعنف وأحزن بشدة على اللي بيحصل. إبراهيم فايق، أنت في الملعب يا إبراهيم؟ إبراهيم فايق الزميل إبراهيم كابتن شوبير، انا يعني مش قادر اتكلم الحقيقه، لان انا مش متخيل ان ده بيحصل، مش قادر استوعب مدى الفوضى ومدى. ابراهيم قول لي الحكام فين والفريقين فين؟ يا كابتن شوبير انا شايف لعيب اقسم بالله العلي العظيم خارج من ارض الملعب مش لابس غير حاجه واحده بس التتبيله. نعم. اللعيبه فيها اصابات غير طبيعيه، الكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن لحد دلوقتي لسه في ارض الملعب مش عارفين يخرجوا. اللي جايين انا مستغرب الحقيقه، قطعت الشبك وكسرت الاعلانات وكسرت اي حد بيفكر ينزل جوه ارض الملعب بالشوم وبالعصي. لعيبه نادي الزمالك في منتهى 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 الاخلاق اللي في الدنيا وقفت علشان تحمي لعيبه الافريقي التونسي. الحقيقه بعد المباراه احمد جعفر مسك الراجل. يا ابراهيم 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 هو الحكم كان صفر نهايه اللقاء؟ لا يا كابتن لسه كان في ابراهيم يعني معلش يا كابتن شوبير بيحدفوا علينا بالعصيان والازاز المايه الحقيقه من تحت. عايز اقول لحضرتك ان لا، حكم المباراه ما كانش صفر اطلاقا، ان المباراه كان لسه فاضل فيها 3 دقائق. فاضل فيها لسه 3 دقائق. لكن الحقيقه والله يا كابتن انا بكلم حضرتك وانا بتحدف علينا جميعا. طب ابراهيم قول لي يعني الجماهير عملت كده ليه؟ ايه السبب في نزولها الملعب؟ كابتن شوبير انا خليني اقول لحضرتك ان الجماهير، ودي كانت معلومات متاحه للجميع والكل كان مطلع عليها والكل كان عارف، الجماهير الوايت سايدز كانت متوعده ان هي هتخترق استاد القاهره في حاله الهزيمه. وده ردا على اللي حصل في مباراه التونسي، وكانوا منتظرين ان الزمالك يخرج مغلوب. انا مش قادر يا كابتن شوبير اوصف لك اللي بيحصل. مجموعه كبيره جدا من الشباب واقفه تحت، طوب وازاز ميه واصيام وشتايم، كل حاجه في استاد القاهره هنا اتكسرت قدامنا. الصوره على فكره قدامنا ابراهيم، شايفينهم دلوقتي بيكسروا الجون اللي على اليمين اللي كان فيه عبد الواحد، وشايفينهم قطعوا الشباك خلاص، مزقوا الشباك. اتكسرت في استاد القاهره الايه؟ كل حاجه في استاد القاهره اتكسرت، وده انتصار للوايت نايتس. ها انا بقول لحضرتك والجميع يعلم هذه المعلومه، ان جماهير نادي الزمالك مش عايز اقول كلها، لكن الحقيقه جماهير الوايت نايتس كانت متوعده بالنزول في حاله هزيمه نادي الزمالك. كان لسه فاضل في وقت المباراه ما لا يقل عن 3 دقائق. كان يقدر نادي الزمالك ان هو يكسب. انا مستغرب انا شايفهم دول بلطجيه بمعنى الكلمه، بلطجيه بمعنى هل ابراهيم الفرقتين في اوضه الملابس، هل المدربين في اوضه الملابس؟ الفرقتين ما عرفوش يخرجوا. فرقه الافريقي التونسي انا متاكد ان فيهم اصابات غير طبيعيه. اللعيبه كانت بتجري في جميع انحاء الملعب، وكل دي اللقطات دي كلها هتبقى مع حضرتك حصريا. اللعيبه كانت بتجري وراها وتتكسر فيها عصيان وتتكسر دماغتها. لعيبه خرجت بدماغها، ولعيبه الحقيقه ما عرفوش يخرجوها. حسام وابراهيم حسن الحقيقه حاولوا يستطيعوا انهم يخرجوا اي عدد من جماهير اللعيبه عفوا الافريقي التونسي، لكن الامر فوضى عارمه، والحقيقه ما فيش حد حاكم هنا وما فيش حد بيربط وما فيش اي حاجه. ولو هي دي كره القدم الله أغني عنها. لا كل سنة وانت طيب. خلاص يا إبراهيم كل سنة وانت طيب كده، النشاط الرياضي انتهى في مصر هذا العام. كل سنة وانت طيب، وبنهنئ الوايت نايتس على هذا الانتصار الحافل وهذا الانتصار العظيم، ونجاحهم في تدمير استاد القاهرة، ونجاحهم في انهاء فرص الزمالك في البقاء في البطولة. خليني يا إبراهيم أشكرك، وحروح لفاصل بعد كده مباراة الأهلي وسوبر سبورت الجنوب أفريقي.